تفضل يا أستاذة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، أنا عندي مشكلة. أي تفضلي. أنا زوجة ثانية، وزوجي قرر الزواج الثالثة بحجة التعدد، يعني مو بحجة أي شيء، يعني ناقصة أي شيء. قرر الطلاق للثالثة؟ لا ما قرر، قرر الزواج. قرر الزواج للثالثة. إيه أيوة. طيب أيوة طيب سمعيني من الهاتف، سمعيني من الهاتف. قرر الزواج للثالثة لأن في صدى عنده شيختي. أيوة. فأنا رافضة الموضوع بتاتا يعني. أيوة. يعني هو أنت في نظرك يعني في نظرة قصدي السبب المسوغ لهذا الموضوع. ها. أيوة. التلفزيون عنده شغال الصوت يا دانا، طفي الصوت في التلفزيون عشان أسمعك تمام، بس لأن الصوت يتكرر علينا. أيوة. تسمعني؟ هي الآن تمام. نعم أيوة. هو لما ذكر القرار هذا، قراره أنت الآن رفضتيه. أيوة. القرار هذا اللي اتخذه هو الآن، مسوغاته ما هي الأسباب؟ هل هو تقصير مثلا، بسبب لا تقصير؟ لا لا، الحمد لله. يعني السبب المسوغ، المسوغ أنه حجة التعدد صغير يعني فقط، بس فقط يعني عنده الرغبة وعنده القدرة المالية وعنده كل شيء. لا ما عنده القدرة، لا رغبة ولا مالية ولا شيء. أجل إيش السبب؟ يعني هو تذوق نسائي ولا إيش المرض؟ تذوق نسائي أغلب. خلاص تسمعيني الإجابة إن شاء الله. طيب لا عندي أنا الحين، أنا مشكلتي مو بهنا، أنا مشكلتي خلاص أنا يعني ما أقدر يعني أتقبل الموضوع براحته. يعني أنا الحين في بيته ولا قلت الأهالي، هنا هي المشكلة، أني ما قلت لهم، أخاف أقول أخرب الدنيا. كم سنة متزوجين؟ كم سنة متزوجين؟ 10 سنوات أو أكثر. عندك عيال منه؟ أيوة. تسمعين الإجابة إن شاء الله. بشروا الخير. نأتي للأستاذة دانا. يا أخت دانا، أنت الآن زوجة ثانية ورضيتي أن تكوني زوجة ثانية. أنا ليس ضد أن أبو العيال يتزوج، الله يوفقه ويبارك له، لكن القضية أنا أتمنى من الرجال يعني يكونون يعني حكماء وعقلاء. التعدد طيب، ولا شك أنه يحل مشاكل، ولا شك أنه مفيد، ولا شك أنه، وجاءتنا أسئلة وقضايا كثيرة جدا، وبعضها تراهنا يعني أمشي فيه بعض النقاط، وإن كنت يعني ناوي أنني أعد موضوع في هذا بكل صراحة. ترى التعدد فيه مصالح كثيرة جدا، فيه مصالح كثيرة جدا لم يذكره الله ويشرعه الله عبثا. فالمعاداة والمحاربة هذه لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع. أنت الآن تفكرين الطلاق. الأمر الآخر، خلك حكيمة، ما الفائدة من إدخال أهلك في موضوع مثل هذا أصلا؟ متزوجة من 10 سنوات وعندك عيال وعندك غيره. لكن نقول لبعض الرجال جزاهم الله خير، يعني أنت ما أسست بيتك الأول أو البيت الثاني وقاعدك تتزوج هالحريم، وقاعد لك ديون، ولا بقاعد تنفق على هذه، ولا بقاعد تعطي هذه، ولا مسكن هذه زين، ولا هذا هذا هذا، أنا أسميه التذوق النسائي، خطر جدا. وإياك أن تكون ظالما لنفسك قبل أن تكون ظالما لغيرك. بعض الأولاد اليوم كره التعدد مما يراه من الجرم والظلم من والده. يعني وقفت على قضايا لدرجة أن بعض الأبناء وبعض البنات ما حسوا في أبوهم، خلاص تركهم، خلافه مع أمهم مثلا ترك العيال ولا يزورهم ولا يجيهم ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم، ودخلوا في دوامة مشاكل وقضايا. طيب نحن لا نمنع أنك تتزوج، لكن الله أمرك بالقسط والعدل، وأمرك بالنفقة، وأمرك بالواجب. أما أن يكون بيتك الأول وبيتك الثاني مقصر فيه ثم تروح تفتح لك بيت ثالث، منين طلعت هالفلوس؟ منين طلعت هالأمور؟ يعني والله سؤال يعني محير، والله أني بعضهم أنا لما يكلمني أقول له
أنت جايتك عينية ولا جايك واحد هدية ولا حد عاطيك مهر؟ منين بيدفع بيت؟ منين بيأسس؟ الآن بيتك الأول في أجار وبيتك الثاني في أجار، يعني لا اللي ملكت بيت كانك مطنوخ مليان الله يجزاك، حط العمارة وحط كذا وحط كذا، لكنك قاعد الآن تعيش تقتير على بيتك أو على عيالك من هذا القبيل. ورسالتي المهمة جدا لكل رجل متزوج بامرأة موظفة، خصوصا إذا عدد، اتق الله عز وجل، ترى النفقة يأمرك الله عز وجل بها، لا تجعل الثقل كله النفسي والتربوي وأيضا المالي على تلك المسكينة ويرمي بالبيت كله. وبعض النساء اليوم دخلوا مساكين في قروض، وبعضهم شرت بيت وأقساط سيارة، وصارت المرأة كانت ما تتحمل، المرأة من قبل ما تتحمل هالأمور دي كلها، صارت بعض النساء الآن متحملة جبال على رأسها مسكينة، والله أني يعني تجيني حالات مسكينة ولا يصر شيء من راتبها، والرجال هذا ولا مفكر في البيت. طيب يا أخي عيالك كبار، تخيلوا عيال يصلون 20 سنة 30 سنة أبوهم ليس له مكان في قلبهم، ليش؟ يعني أتمنى أن تعود الحكمة والعقل، تعود الحكمة يا أخي، هذول راحتك، هذول أبنائك، هذول عزوتك، هذول يحملون اسمك، هذول هم من سوف يكونون مسدك ويعني حزامك الحقيقي في هذه الدنيا، هم المال والبنون زينتك في هذه الحياة الدنيا، فلا تختلف معهم ولا تقصر في حقهم ولا تبخسهم حقوقهم.